إحياء لذكرى شهداء ثورة تشرين الذين سقطوا في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، حول متظاهرو بغداد شارع نفق التحرير إلى رصيف خاص لتخليد شهداء الثورة. المكان شلون معلم، شلون مكان زيارة تزور العالم أو تذكر الشهداء وتقرأ فاتحة لهم شهداء التحرير ثوار. فإحنا نوفر لهم الشمع والبخور والشوكليات والحلويات، يقرون قرآن قرائين متروس المكان ده، شوفه أنت مقدس ونظيف. وهاي النظفة من الصبح النظفة، والعصر النظفة، وبالليل هم النظفة. ذوي الشهداء اعتادوا القدوم إلى الرصيف بشكل دوري لقراءة سورة الفاتحة على أرواح أبنائهم الذين استشهدوا بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. الصور اللي تشوفها هنا هم الشهداء اللي سقطوا بهاي الثورة، طبعاً هاي أهاليهم يجيبوها للصور ويخلوها هنا، كأنه شون أنه أنت دا تقرأ هذا القرآن أنه الروح هذا الشهيد اللي موجود هنا، وإحنا لازم نظل نتذكرهم، فلذلك نخلي صورهم هنا حتى الناس تتذكرهم دائماً. الحضور إلى رصيف الشهداء لم يقتصر على ذوي الضحايا، إذ يستقبل الرصيف العديد من العائلات العراقية والزوار بشكل دوري لقراءة القرآن للشهداء واستذكار تضحياتهم من أجل عراق أفضل. هذه قبلة الأحرار اليوم، قبلة أحرار العراق وثواره، أبنائنا الشباب الثار على هذه الطقمة الفاسدة الذي دمرت العراق ودمرت بناه التحتية وما أبقت به شيء. نقرأ سورة الفاتحة لأرواح مطهرة باستمرار، مو بس اليوم، هاي 45 يوم تأتي العوائل العراقية ومن جميع المحافظات العراقية تأتي إلى هذه الساحة، ساحة التحرير، ساحة المتظاهرين الأبطال الذين سقط دماءهم في هذه الساحة. وهكذا أصبح رصيف الشهداء في ساحة التحرير إحدى علامات ثورة تشرين الفارقة الذي يخلد دور الشهداء فيها، ليبقى شاهداً على جرائم الحكومة وميليشياتها التي اتخذت من القمع والعنف آلة لضرب الشعب بدلاً من تنفيذ مطالبه.